سامسونج طورت تجربة الدكس بجالكسي نوت 10 نوت 10 بلس. هلأ صار فيك تعرض محتوى موبايلك مش بس على أي شاشة، بل كمان على كمبيوترك الشخصي. تتحكم بالمحتوى بكيبل نقل البيانات تايب سي، وبالشراكة مع شركة مايكروسوفت صار فيك تنقل محتوى موبايلك على حاسوبك الشخصي باستخدام مايكروسوفت أكاونت. أما بالنسبة لمحبين الجيمز ومع خاصية جيم بوستر، صار الموبايل يعطيك أداء أفضل 10% وتوفير البطارية 15%.